أسعد الله مساءكم. موجز لهم الأباء من التناصح، ظهرت اعترافات جديدة للواء الطيار عامر جيجم التابع لمجرم الحرب حفتر، أقر فيها بوجود منظومة دفاع جوي بترهونة إلى جانب منظومة تشويش يشرف عليها فريق روسي بالكامل، وبالإضافة إلى مجموعات قتالية أخرى متخصصة بالمدفعية. وقال الجيكم إن طيران الإماراتي المسير يشارك في عملية حفتر منذ عام 2014 ويتم تشغيله من قبل فريق إماراتي متواجد بقاعدة الخروبة. ولفت إلى أن العمليات الجوية في مصراتة وطرابلس تتم بطائرات مصرية تعود لقواعدها في الأراضي المصرية. كما أشار الجيكم في اعترافاته إلى الدور الفرنسي الذي تركزت مهامه على التنصت والاستطلاع والدعم اللوجستي. صرح رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لصحيفة كوريرا ديل سيرا الإيطالية إن الحكومة طالبت الحصول على أسلحة من إيطاليا، ولكن لم تتحصل على ردود رسمية من روما حتى الآن. وقال السراج بأن إيطاليا ما زالت تؤمن بالحوار السياسي، ولكن عليها أن يضعوا في اعتبارهم إننا نتعرض لهجوم عسكري ومع معاناة لا توصف للمدنيين، مؤكدا بأن حكومة الوفاق هي من ستنتصر في النهاية. وأضاف السراج في إجابة على الاتهامات حول حصولهم على دعم عسكري بأنه لا يتوقع من الحكومة أن لا تفعل شيئا في ظل القصف على العاصمة والدماء تسفك. كرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف الليبية المعتدى والمعتدي عليه بوقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي، مؤكدا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا في بيان له الاثنين. ودعا الاتحاد جميع أعضاء المجتمع الدولي مراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مؤكدا دعمه لجهود الممثل الخاص الأمم المتحدة غسان سلامة ومؤتمر برلين. ويجب على جميع المشاركين في عملية برلين المشاركة بشكل بناء في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الذي يحافظ على السيادة الليبية ويتم التفاوض عليه لصالح جميع الليبيين. رأت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها وجوب الإطاحة بحكومة الوفاق ودعم مجرم الحرب حفتر لإبطال مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية التي وقعها الجانبان التركي والليبي. وذكرت الصحيفة أن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا يضرب اليونان وبشكل غير مباشر أيضا مصر وإسرائيل لأنها منطقة غنية بالنفط والغاز، مضيفا بأن إسقاط حكومة الوفاق ستضع حدا لطموحات أردوغان ومن تشهد المنطقة عودة الهدوء. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.